إلى خبر آخر، حيث فقدت الساحة العلمية الجزائرية قامة من قامتها. تعلق الأمر بالدكتور سعيد عيادي، أستاذ علم الاجتماع بالبليدة، الفقيد الذي توفى إثر إصابته بالكورونا رحمة الله عليه. ربما لمن لا يعرف، الدكتور هو أستاذ بجامعة البليدة في علم الاجتماع، له الكثير من المؤلفات في الميدان، نذكر بعضها. كانت له معجم العلماء ومعجم الحكام في سنة 2010، وأيضا مؤلف بعنوان تاريخ علم الاجتماع واتجاهاته في الجزائر. ربما للحديث على هذا الموضوع أربط الاتصال مباشرة بالدكتور عبد القادر عبد الرزاق، أعتذر، عبد الرزاق قسوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين. دكتور أهلا مرحبا بك معنا اليوم. أهلا وسهلا، رحمة الله على فقيدنا، ومدكم بالصحة والعافية يا رب يا رب جميع المشاهدين. نعم. والمستمعين الأفاضل. دكتور، كيف تلقيتم أنتم في جمعية العلماء هذا الخبر وفقدان قامة من قامات الجزائر؟ على كل حال، نحن كما تفضلتم أنتم فقدنا حقيقة يعني قامة من قامات هذا الوطن ومن قامات الجامعة والثقافة الجامعية الأكاديمية، ألا وهو الدكتور سعيد عيادي. لكن لا رد لقضاء الله وقدره، فنحن يعني مهما كان المصاب جللا ومهما كانت الصدمة عظيمة، فإننا نتأسى بما قاله عليه الصلاة والسلام: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع ولا نقول ما يغضب الله. لذلك نعتقد بأن هذا الوباء، هذا الابتلاء، هذه المحنة التي نعيشها هذه الأيام أودت بالأخضر واليابس، أودت بالمثقفين وبالأميين، أودت بالحكماء والعقلاء والعظماء، لم تستثني أحد للأسف الشديد، وهذا قضاء الله أيضا وقدره. لكن نحن نعتقد بأن لئن فقدنا سعيد عيادي وهو الباحث الأكاديمي في علم الاجتماع في جامعة البليدة، فإن طلابه وباحثوه والقراء الذين تتلمذوا عليه بكيفية أو أخرى، هؤلاء من واجبهم الآن أن يخلدوا أعماله وأن يبثوا منهجه وأن يتأسوا بأخلاقه وسلوكه ومعاملاته، خصوصا وقد كان صالحا مصلحا يتعامل مع جمعية العلماء ومع كل الطيبين الصالحين المصلحين. لا من حق من حقه علينا أن نطلق اسمه على مؤسسة أو على هيئة أو على فعلا أو على أي شيء إن شاء الله. دكتور برزاق السوم، كنت معنا اليوم، شكرا لك. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم. عليكم السلام.